السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم كريم جمال الدين من البرنامج الرياضي أخبار كريم، واللي هنتكلم فيه النهاردة عن ملك التعادلات نادي فاركو الدوري العام المصري. ففاركو يعود من الجبل الأخضر بنقطة على فريق المقاولون العرب، ويصل إلى التعادل رقم 15 مع المدير الفني الميضة. بدأ الدوري العام المصري من جديد، وبدأ فاركو بالتعادلات مرة أخرى من جديد، فتعادل مع نادي المقاولون العرب. فخليكم معانا لغاية آخر الفيديو عشان تعرفوا إزاي الكلام ده حصل. فأنهى فاركو مباراته أمام المقاولون العرب بالنتيجة المفضلة له وهي التعادل، وذلك في الجولة الثالثة من الدوري العام المصري. فتعادل فاركو مع المقاولون العرب بدون أهداف في المباراة اللي أقيمت في الجبل الأخضر، ورفع المقاولون رصيده إلى النقطة 3 في المركز العاشر بجدول الدوري العام المصري، ووصل فاركو إلى النقطة 5 في المركز الخامس. وتعد هذه المباراة هي التعادل رقم 15 لفريق فاركو تحت قيادة المدير الفني نونو الميضة. طبعا احنا عارفين ان نونو الميضة كان المساعد الكبير للمدير الفني فيريرا، مدير الفني لنادي الزمالك، مقابل 5 انتصارات و4 هزائم. جاءت المباراة متوسطة المستوى بين الفريقين، وتلقى فاركو ضربة قوية بإصابة محمد شيكا اللي غادر الملعب وشارك بدلا منه اللاعب رزقي حمرو، وأهدر عزمي غومة فرصة خطيرة لنادي فاركو في الوقت بدل الضايع في الشوط الأول بعد ما اخترق داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية مرت بجوار القائم. وفي الشوط الثاني حاول المقاولون العرب إحراز هدف الفوز، وضغط بقوة على دفاع فاركو، وقابل ذلك اعتماد على المرتدات من الفريق المضيف اللي هو فاركو، اللي شكلت ايضا خطورة على مرمى ذئاب الجبل اللي هم المقاولين العرب. ولكن محاولات الفريقين لم تسفر عن شيء لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي. طبعا احنا عارفين ان بيدرب نادي المقاولون العرب مدربنا الكبير، مدرب المنتخب السابق القدير، الكابتن شوقي غريب. ولكن البداية ليست بالسيئة لنادي المقاولون العرب وليست بالجيدة، وقال الكابتن شوقي غريب ان اللعيبة هتندم على مثل هذه النقاط بعد ما تمر كتير من المباريات، لان التعادلات بتحط فريق المقاولون العرب في موقف صعب جدا، وبالذات ان احنا لسه في اول الدوري ولسه مسخناش، فالنتائج دي بتأثر نفسيا جدا على الفرق المتوسطة المستوى وبتخليهم ينهاروا وربما يصلوا إلى مرحلة الهبوط كما اعتدنا على المقاولون العرب في الفترة الأخيرة. في النهاية بنتمنى التوفيق لنادي فاركو في هذا الموسم، وإن هو يخلف توقعات الجميع ويبعد عن لقب ملك التعادلات ويوصل إلى ملك الانتصارات. أما نادي المقاولون العرب فيرجع تاني مثل ذئاب الجبل، ويرجع نادي قوي كما عودنا دايما كان منافس للأهلي والزمالك والإسماعيلي في شتى البطولات. ولكن في الفترة الأخيرة المقاولون العرب للأسف دايما بيكون موجود ما بين المنطقة من المركز العاشر للمركز الـ18، وده ما يستدعي أن المقاولون العرب محتاج أن هو يفوق شوية عشان يقدر يحقق النتائج المطلوبة منه ويرجع تاني لسابق العهد منافس كما كان بينافس الأهلي والزمالك والإسماعيلي. وزي ما احنا عارفين ان نادي المقاولون العرب من الفرق اللي لعبت أفريقيا، فيصعب علينا ان هو يكون في مثل هذه النتائج. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة، مع تحياتي لكم جميعا، كريم جمال الدين.